ومن كييف تنضم إلينا النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني أمينة جاباروف. سيدة أمينة، سأبدأ بما قاله مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة عن وقف إطلاق النار غدا وتأمين الممرات الإنسانية لخروج النازحين. Greetings from Ukraine. Yes, absolutely. What we see so far with regards to the humanitarian corridors. لا بد لنا من العمل على إقامة تلك الممرات الإنسانية. ولكن ما يجري هو أمر غير مقبول كليا، لأن روسيا قامت تعمل على قصف كل تلك الممرات بصورة متعمدة، ولهذا السبب لا يمكننا أن نسمح للناس ليغادروا بسلامة وأمان. وهناك مجموعة من الأشخاص لقوا حتفهم، بمن فيهم طفلان الذين لقوا حتفهم عند الخروج من تلك الممرات. أعتقد أن هناك نية من قبل روسيا لإخراج هؤلاء الأشخاص من أجل أن تظهر نفسها بمظهر المنقذ النبيل، ولكن هذا يخالف الطبيعة الحقيقية العدائية لما تقوم به روسيا. واليوم قمنا باستئناف الجولة الثالثة من المفاوضات في منطقة بيلاروس، لكن لم يحرز تقدما كبيرا حتى اللحظة. لكن بالنسبة لموضوع اللوجستيات والممرات الإنسانية قد جرى الحديث فيها مطولا. سأنتقل بعد قليل إلى موضوع المحادثات اليوم إذا فعلا كان هناك تقدم، ولكن أيضا أضاف المندوب الروسي بأن دعا أوكرانيا إلى وقف نشر الأسلحة الثقيلة بين المدنيين، معتبرا أن استهداف الممرات هو خرق للقوانين الدولية، وبالتالي هو يوجه الاتهامات للقوات الأوكرانية بهذا الموضوع. Let me be clear. دعوني أكون واضحة هنا حول الرسائل التي يتم تناقلها من قبل الوفد الروسي في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى كافة المسؤولين في الاتحاد الروسي الذين لسوء الحظ هم الأدوات التي تتسبب بعمل انتهاكات واسعة لاتفاقية جنيف وغيرها من الاتفاقيات الدولية. أعتقد أن روسيا قد شرحت نفسها بأنها خصم لدود، لأنه منذ أن قامت في العام 2014 بضم مناطق في شبه جزيرة القرم، هذا يرقى لانتهاك للقانون الدولي. واليوم تحت ذريعة مقاومة جرائم الإبادة الجماعية، فها هي روسيا ترتكب جريمة أخرى في قصف البلاد أرضا وجوا، وهناك أيضا صواريخ تكتيكية يتم توجيهها لتدمير البنى التحتية، وليس فقط البنى التحتية بل المئات من المدنيين الذين يلقون حتفهم بسبب هذا القصف العشوائي. أنا لست في موقف يمكن من خلاله أن أثني على أكاذيب هؤلاء المسؤولين الروس في الأمم المتحدة ولانتهاكاتهم، لكن في مدينة كييف وهي عاصمة البلاد الآن هي تتعرض لحصار، وهناك بعض المدن الصغيرة المحاذية لها التي يتم تدميرها بالكامل، ويتم نشر الأسلحة يتم نزع الأسلحة بحيث لا تقوم كييف بالدفاع عن نفسها. هذا الأمر يظهر مثالا واضحا عن الانتهاكات والموقف البربري لما يقوم به الروس هناك الآن. بالعودة إلى ملف المفاوضات، يعني اليوم الجانب الروسي قال أن المفاوضات يعني نتائج هذه المفاوضات أقل من المتوقع، وأنتم تقولون بأنها يعني لم تصل إلى مكان ما. ما هي هوامش التفاوض اليوم التي تقومون بها مع موسكو؟ يعني ما المقبول وما المرفوض من قبل الجانب الأوكراني؟ I
I don't think that details should be vocal. لا أعتقد أن التفاصيل يجب البوح عنها الآن. لكننا تواصلنا لمسعى من أجل إيجاد حل لهذه الحرب. فنحن نعاني من هذه الحرب وكذلك شعبنا يموت جرائها. وهناك اهتمام واسع لنزع فتيل هذه الأزمة والتفاوض على السلم. لكن دعيني أكون واضحة، هناك مبادئ التي نعمل على حمايتها، وتلك المبادئ هي القانون الدولي والعدالة. فنحن لم نهاجم روسيا ولم نقم بأي مواجهة معها ولم نقدم على أي خطوات استفزازية. ما طلبنا به هو استقلالنا وحريتنا في تحديد مصيرنا ومستقبلنا. لذا إن مبادئنا والخطوط الحمراء التي لا يمكننا أن نفاوض بشأنها هي سلامة أراضي بلادنا. وهذا الأمر الذي كان عبر عنه الرئيس زيلنسكي والوزير كوليبا. هناك مبادئ نحارب من أجل تحقيقها، وكنا نقاوم على مر الأيام 12 الماضية، وأن قواتنا المسلحة مستعدة والشعب الأوكراني قوي بما فيه الكفاية ليقاتل الدبابات الروسية بأيديهم. ولكن يعني الجانب الروسي كان واضحا منذ بدء المفاوضات ومنذ ما قبل الغزو بمطالبه التي اختصرها بأربع مطالب. حتى الساعة لا نعلم ما هي المطالب الرسمية الأوكرانية التي لا توافق عليها والتي توافق عليها، يعني فقط يعني النقاط الأساسية. Our expectation is very friendly. إن توقعاتنا هي تنمو عن أسس إنسانية، لكن الجنود الروس وبعد أن غادروا يجب عليهم أن يغادروا بلادنا. فنحن بلاد تتمتع بالسيادة، فنحن لم ننتهك أي قانون إنساني دولي ولم ننتهك سيادة أي بلد آخر. نعم، وبالتالي أنتم ترفضون الاعتراف بالمناطق الانفصالية التي اعترفت بها موسكو، ترفضون موضوع الحياد، حياد أوكرانيا وعدم الذهاب إلى الناتو، ترفضون تغيير سلوك الإدارة الرسمية الأوكرانية. يعني هذه هي يعني الوجهة منذ البداية. Look, what I'm trying to say is that ما أسعى لقوله هو أن روسيا تحاول أن تظهر أننا نرفض، لكنني لن ألتزم بهذه الكلمة. لا يمكن استخدام كلمة رفض لأنها قد تكون مرفوضة في سياق المفاوضات. روسيا تحاول أن تظهر أن موقفنا لا يعد بناء لأننا نقوم بحل حماية وحدة وسلامة أراضينا. لكن مرة أخرى فلأكن واضحة، هناك قانون دولي وهناك بعض المبادئ، ونحن لن نقوم بتقرير من يقوم بانتهاك تلك المبادئ، ولا يمكن إلا العمل على تحقيق السلام. وهذا ما قلته وهو أمر واضح وصريح. يعني اليوم هل تعولون على نتيجة ما أم أنها مسألة ربح وقت بانتظار تطورات سياسية خارجية أو تطورات عسكرية ميدانية؟ وماذا تطلبون من الغرب في المقابل الآن؟ I'm not sure if I got your question correctly, but let me. أنا لست متأكدة إذا ما كنت قد فهمت سؤالك، لكنه قد يكون تتمة للسؤال السابق. نحن قلنا قد رفعنا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، وهي قضية تنبع من صميم القانون الإنساني الدولي ومسألة عمليات الإبادة الجماعية. وروسيا تقوم بتبني هذه الفكرة لاعتماد عمليات الغزو التي تقوم بها. هذا هو موقفنا السياسي. ما الذي نتوقعه من العالم؟ ما الذي حدث في العام 2014 وعدم قدرتنا نحن كأوكرانيا وبقية الأسرة الدولية، ولا سيما عندما نقارن أوكرانيا مع الدولة
روسيا من حيث القيمة والوزن، فإن بلادي كانت قد عاشت حالة من الصدمة ولم نستطع أن نقاوم. لكن إن عدم قدرتنا لتأمين إجابة في عام 2014 كان قد خلف أثرا حتى اليوم وعلى هذه الحرب، لأننا لم نستطع أن نتصدى للعمليات العدائية في عام 2014. الرسالة التي أقولها هي بأننا لم نستطع أن نتوقف أن نوقف هذا الهجوم الآن، فإنه سوف يكون أكبر، لأنه هجوم ينم عن روح شريرة ويسعى إلى التوسع، وهناك توقعات من دول الغربية بأن تقوم بدعمنا، لأننا نطالب بأسلحة دفاعية وليس هجومية. نحن لا نستخدم أي سلاح ضد أي دولة. ما نحن بحاجة إليه هو لأن نحمي أنفسنا وأن ندافع أنفسنا، لأن روسيا هي دولة دائم تحظى بعضوية دائمة في مجلس الأمن، وهي أكبر دولة من حيث الأقاليم في العالم والمساحة. لذا لابد لنا من أن نعمل على حماية أنفسنا، حتى يتم تحقيق هذا الأمر فإن لابد لنا أننا بحاجة إلى سلاح دفاعي ومنطقة حظر جوي. نعم، بما أنك تتحدثين عن السلاح الدفاعي ومنطقة الحظر الجوي، هل برأيك اليوم يعني الغرب استجاب بالكامل ووقف إلى جانب أوكرانيا بهذه الحرب؟ We are following step by step. من خلال اتباع الخطوات خطوة تلو الأخرى والتكتيكات، نعلم أن بعض الدول قد لا تقوم متأكدة من قراراتها، ونعلم أن دولا كثيرة كانت أظهرت مواقفها بصورة واضحة، لكن دبلوماسيتنا وهي الأهم من أجل دفع الدول الغربية لمساعدتنا في التصدي لهذه الحرب. سيدة أمينة، هل يمكن أن نتوقع لقاء بين الرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأيام المقبلة أو بالأسابيع المقبلة؟ Yes, this is exactly what we've been actually requesting. نعم، هذا ما كنا نطالب به صراحة منذ فترة. فأعتقد أن إذا لم يكن الرئيس بوتين يخشى عقد حوار مفتوح وصريح مع الرئيس زيلينسكي الذي لا يعد خائفا ولم يقبل أن يغادر البلاد رغم العروض المقدمة له، فيقول بأنه ليس بحاجة لوسيلة نقل بل بحاجة إلى مساعدة. إذا ما حدثت هذه المحادثات فقد تفضي ذلك للعمل على إيجاد محادثات تفضي لتحقيق السلام وإنهاء تلك الحرب الشريرة والإرهابية. شكرا لك السيدة أمينة جبروف على هذه المداخلة.